الهدف هو يعني إعطاء أهمية قصوى للوقاية لتفادي يعني مختلف الأمراض وما ينجر عنها. المواضيع المعنية يتعلق الأمر أساسا بالتغذية الصحية. تفصلنا أيام قليلة على الشهر الفضيل حتى يعني نكون في الموعد، ورانا نقوم يعني على مستوانا وكذلك على مستوى المؤسسات الصحية بعملية تشخيص لمختلف يعني الأمراض في رمضان. عن بالك الماكلة تكون متنوعة والقيمة والكمية تكون كثيرة، كان إفراط. جميع اللي يكون شوية مريض في رمضان يبان في لا بروميير سيمين، اللي عنده سكر مخبي وما كانش ديبيستاج يبان في أول رمضان، اللي عنده قرحة المعدة تتفادى جوستومون لي زيبرغليسيمي، هادو لي جوست ورا الفطور، ولا واحد ياكل ما يقدرش يتنفس لازم ينظم الغذاء تاعو، الغذاء يكون متوازن.